طاب توقيتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. يوان كرويف يلعب كرة بينية، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. رمية جانبية لكن فقدوها بسهولة كبيرة. مرت الكرة، مبابي فعلوها، سجلوها في الشباك. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. مبابي يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. مبابي، جيرارد يحاول تمريرها من بين المدافعين. بيكام يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. رونالدو، يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. الله على الكرة، جميلة. رمية جانبية إذن. عدت الكرة. هل يمكن أن يستغل الفرصة؟ راشفورد، الكرة في المرمى، جول. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. جميل جدا أن تعود سريعة في المباراة، الرجاء سريع، تظهر لك قوة وشخصية الفريق وردة فعل القوية. روبرتو كارلوس، بيكام، جيرارد، يوان كرويف، وينجح في استعادة الكرة سريعا. كريستيانو رونالدو، لمسة بينية، يحاول أن يلعب كرة بين تسديدة في اتجاه المرمى. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعال راشفورد. جول اليومي، استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. يلعب راشفورد، إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كوليبالي، يبحث عن المهاجم. باتريك فييرا، رونالدو يحاول فك شفرة دفاع الفريق. راشفورد، والكرة في الشباك، جول.
20 أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة. يا لها من كرة، شوف اللقطة، ما هذه الكرة التي لم تكن في الحسبان، هدف عكسي يسبب الحرج بالتأكيد. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. يستعيد الكرة سريعا، كريستيانو رونالدو، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، تصدي ولا أروع من حارس المرمى، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. كريستيانو رونالدو، يا له من تألق ويا له من حارس مرمى، تعامل مع الموقف ببراعة كبيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تكن ناجحة. فرناندو توريس، الكرة في الشباك، هدف بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. ربما يكون هذا الهدف هو هدف العودة، وأخشى عليهم أن يكون هذا الهدف مجرد هدف شرفي. تعود الكرة إليهم مرة أخرى، تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم، الله على هذه الصورة الرائعة اللي يقدمونها اليوم، سيطرة وأداء كبير وتسجيل هدفين، وربما لو استمر الأمور على ما هي عليه. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة، الكرة تخرج مرة أخرى، يستعيد الكرة مرة أخرى، كرة طولية إلى الأمام، يمر ويلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو، فرصة خطيرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، جيرارد، مبابي، لمسة بينية، قراءة ممتازة من الدفاع، تلعب الكرة إلى الأمام، جيرارد يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، باتريك فييرا، روبرتو كارلوس، بيكام يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يبحث عن زميله، الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول أن يلعب كرة بينية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يسدد كرويف، كرة ترتد من القائم، كرة تمر بسلام على المدافعين، جيرارد، بالتأكيد هذا الخطأ يورط الفريق،
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. باتريك فييرا، كيليان مبابي يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. بيكام، رونالدو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. باتريك فييرا، كرة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يا لها من فرصة خطيرة، مبابي أبعدوها. محاولة تمرير كرة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. مبابي يستعيد الكرة بسرعة. مبابي، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. سولي، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. كرة طولية في المساحة الخالية. كارلس بويول، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ رونالدو، كيليان مبابي، يمر ويلعب كرة بينية. كرة من جهة اليمين، لديه ليونيل ميسي يلعب كرة. يا إلهي، هدف كانت في غاية الروعة. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. كريستيانو رونالدو، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ممتاز في تشتيت الكرة بعيداً. يلعب رمية التماس، يلعبون الرمية الجانبية لكن يقف لهم بشكل جيد. مبابي، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يلعب كرة طويلة. كريستيانو، يا إلهي، لقد خطوا خطوة كبيرة نحو الفوز بمباراة اليوم. شوف الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية التي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء.